يعني المنظمات الدولية على سبيل المثال منها البنك الدولي بيعلن فوز مصر بجائزة عن الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وهذا كلام له معنى مهم جدا ان احنا نفهمه ونشرحه. معانا على التليفون دكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا بسيادتك. ازاي الصح؟ نقدر نقول مبروك على الجائزة صح؟ مبروك لمصر يا فندم. مش كده؟ طيب، مهم جدا ان الناس تبقى فاهمه هذه الجائزه سببها ايه؟ معناها ايه؟ اشكرك يا فندم. يمكن جهاز حمايه المنافسه من عام 21 وضعنا استراتيجيه خماسيه من 21 ل 25، كان من اهم المحاور ليها هو دعم سياسات المنافسه ودعم الحياد التنافسي. ويمكن يعني لتبسيط الامور، الحياد التنافسي بنعني بيه ايه؟ بنعني ان الجميع في الاسواق بتعمل على قدم المساواه، لا فرق بين اجنبي ومحلي ولا مملوك للدوله او قطاع خاص، وبالتالي كله في على ارضيه واحده، وبالتالي هنا التنافس مكفول للجميع في هذا الشأن. وبالتالي لما بنبص على ده تم بلورته فيه، كان هناك استراتيجية تم اعتمادها من الدولة المصرية، وهي استراتيجية الدولة لسياسات المنافسة والحياد التنافسي قائمة على 4 محاور، منها محور أساسي هو المحور المؤسسي، وأن هو تم وضع آلية مؤسسية للمستثمرين وللشركات في الأسواق، إن في حال ما هي يعني تم مواجهتها بنوع من عدم الحياد التنافسي بشكل ما أو بآخر، يقدر إن هو إزاي يقدر يعمل عملية إبلاغ. وهناك اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، يتم حل هذه الامور فورا، وتم فعلا حل عدد من الامور في قطاعات مختلفه زي قطاع الاغذيه والمشروبات وقطاع الصحه وايضا قطاع المواد البتروليه. وهنا كان البنك الدولي بينظر حول العالم ايه هي تجارب الدول في امور حمايه المنافسه، والسنه دي وقع الاختيار على مصر لاستراتيجيتها وطريقه تنفيذها لهذه الاستراتيجيه، فبالتالي تم اختيار مصر لاستراتيجيتها وانفاذها في عام 23. عظيم جدا، انا بشكرك يا دكتور، ومره ثانيه مبروك لمصر زي ما حضرتك قلت، وبالتاكيد مبروك للجهاز الذي استطاع ان يضع هذه الاليات ويعمل على هذه الاستراتيجيه. شكرا جدا دكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حمايه المنافسه.